تبارك الله على الاخوات والاخوه، كي دايرين؟ لاباس عليكم، توحشتكم. عبد الغني معكم، ومرحبا مره اخرى في هذه السلسله الرمضانيه في الاعجاز العلمي في القران الكريم. فبعد ما شفنا في يعني البارح والبارح ايضا موضوع او مواضيع شكل الارض، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا يعني بعض الايات التي تتكلم عن دوران الارض حول نفسها. يعني احنا كنا كنعرفوا الان ان الارض تدور، ويعني جاء يعني تصوير دقيق في القرآن عن هذا الأمر، وفي أكثر من آية. يعني باش ما نطولش عليكم، ما غاديش نشوفوا آيات كثيرة، غادي نشوفوا فقط جوج ديال الآيات اللي كتكلم على هذا الأمر. والآية الأولى اللي غادي نبداو بها هي من سورة الأعراف، وهي الآية رقم 137. فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى. الآية، فالعلماء يقولون أن مشارق الأرض ومغاربها، هذا يعني تصوير دقيق، يعني أن يعني الله سبحانه وتعالى ما قالش مشرق ومغرب، مشارق ومغارب، حيث أن في مكان يعني الليل تكون ظاهرة، وفي مكان آخر يكون الليل. غادي نشوفوا آية أخرى، وهي من سورة الأنبياء، والآية رقم 33. فبسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فسبحان الله، هذه الآية واضحة وضوح الشمس. فنتمنى ان هذا الاوديو يكون عجبكم. مره اخرى ما تنسونيش بالدعوات، وما تنسوش مشاركه يعني الفيديو للاصدقاء الى اعجبكم هذا الموضوع. تهلاو لفراسكم مزيان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.